يا اهلا يا اهلا يا باشا، ازاي سعادتك عاشمي الشافة؟ كويس انك انت فاكرني. طبعا فاكرك يا باشا، بس سعادتك برضه صاحب اللواء غندور؟ غندور؟ غندور كويس انه ما جاش معايا وسمعك، كان حبسك. بقولك ايه؟ امرني يا باشا. انا كنت بسأل عن واحدة ست اسمها امال محمد حلمي، تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ ده الست امال دي تبقى ام الست مريم رياض الله يرحمها. امها؟ طب ودي يعني الست دي اعرف اراضيها منين يعني؟ فين؟ الله يرحمها هي كمان، دي ماتت من مدة طويلة. الله يرحمها. انا كنت اسمع انها كانت متكفلة ببنت. ابدا يا باشا، الست امال ما كانتش عندها غير بنت واحدة، مريم هاني. شفت البنت دي قبل كده؟ وانا هفتكر ايه ولا ايه يا باشا؟ ده الهوانم كان بيجي لهم ناس غلابة بالطوابير، ياخدوا اللي في النصيب ويمشوا. وانت بقى بتبقى في اول الطابور. امال يا باشا، دول كانوا فاتحين بيوت ناس ياما. طب متشكر. متشكر ايه؟ متشكر حاجة؟ انا صاحب اللواء غندور. تحية مصر يا باشا. كمان. تحية مصر يا باشا. قول. تحية مصر يا باشا. كمان. تحية مصر يا باشا. لكن ما قدرتش اواجه المجتمع بابنة ما حدش يعرف مين ابوها، وهي كمان ما ظنش انها كانت هتتشرف ان ابوها قاتل بلا رحمة. المفروض دلوقتي بنت مريم يكون عندها 22 سنة. يعني عيد ميلادها النهاردة ولا ايه؟ مش فاهم. صباح الفل يا عالمي، عم جابر قال لي انك عايزني. بقول لك يا زكي، اؤمر عالمي. انا معايا الصوره البنت من ايام ما كانت صغيره، تقدر تتخيل شكلها دلوقتي عامل ازاي؟ اكيد كبرت. لا شيخ، اكيد كبرت، حمر قوي. اطلع بره يلا. اديني الصوره يا هلال، انا هحاول اتخيل لك شكلها كده وارسم لك رسم تقريبي. طب هيتحلت اهي. على فكره معتز بتاع الاي تي عنده برامج فوتوشوب كتير، ممكن بسهوله يقدر يوصل لنا الاقرب شكل ليها دلوقتي. خلاص يبقى معتز هو اللي يرسم. طيب وريني الصورة كده، أنا هسأله وأخليه يعملها، هو قرد هيعملها إن شاء الله. طب يلا بسرعة. أوامر عالمي. طب هستأذن أنا بقى. استنى، أنت ونهى هتروحوا دار ملائكة الرحمة على أنكم متجوزين وما بتخلفوش وعايزين تتبنوا طفل. طب ثانية واحدة معلش، أنا ليه ما عملش جوزها؟ ده شكل واحد يتجوز واحدة بنت ناس يا كلب. امشي يلا امشي. ماشي ماشي خلاص، أنا شكلي وحش كده، هتكل أنا خلاص. اسمع، في واحدة متسولة بتقف في إشارة، هوريها لك أنا. أنا عايزك تراقب لي كل تحركاتها. اللي تشوفه عالمي. وبعدين يا عترة، هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حودة، واهدى، دلوقتي ترزق. شكلها هترزق يا حودة، اجهز يا حودة. خلي ينزل اللي في بطنها وتقولي للزفت أسامة يخف على البنات شوية. اتفضلوا. يلا، ما انا ما وريش غيركم يا اختي. يلا. ايه رأيك بقى في الأمورة دي؟ أمورة ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نضيفة وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ تخافيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامة، يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزه اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. ماما
برضو دولارات بقى مفيش مره ادوهم لمصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزه اروح لماما. ماما مستنيانا تحت. تحت فين حبيبتي؟ ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي رضا. انا نازل البروف اهو. يا ابني ما انت لسه مكلمني نص ساعه وقلت لي نفس الكلام. انا قلت اطمنك واطمن عليكي بس. وحد قال لك ان انا قلبي متشحتف عليك؟ انت تلاقيك بس لسه سامع لك حلقتين لاسامه منير ولا حاجه ومقصرين عليك. ايه يا بت ده؟ هو انت فصيله في كل حاجه كده؟ تصدق انك لما بتتضايق صوتك بيبقى احلى من النحنحه دي؟ هو انت مين اللي سماكي رضا؟ ايه؟ اسم مش على هواك ولا ايه يا بسكوته؟ بس تصدق شكلك كان حلو امبارح وانت بتتخنق؟ انت بتتريقي بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اقفل يا عز دلوقتي، اخويا بيتخانق تحت. هاخد مولة السرير وانزل لهم. يا رضا مولة ايه البت دي؟